حسين الشحات طالع على قناة الأهلي يضحك ويقول لك مش هتحبس ولا ثانية، ورب الكعبة يا بلطجي يا مصري يا حسين يا شحات لا تتحبس بدل الثانية 3 سنين إلى 5 سنين وفقا للقانون. والله رغم تصريحاتك المستفزة اللي هنقولها من خلال تفاصيل الحلقة، لكن إنك هتكون عبرة لكل لاعب يتجرأ على فعل مثل هذا التصرف الغير أخلاقي. لايك، اشتراك، فعل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. حسين الشحات بلطجي الكرة المصرية خرج واستفز محمد الشيبي واستفز المغاربة في تصريحاته لقناة النادي الأهلي أمس، وكأنه بيطلع في الروح. دي حلاوة روح واحد بيخطرف وبيخرف وهو بيلقط أنفاسه الأخيرة قبل حكم الحبس ضده. حسين الشحات طلع يقول لك أنا القلم اللي ضربته لمحمد الشيبي انا مش ندمان عليه، لانه لاعب غير محترم، ولانه سب والدتي، ولانه سب مراتي. اي كلام في الهبل! احنا لا سمعنا الشيبي سب مراته، ولا سمعنا الشيبي سب زوجة ام حسين الشحات، ولكن هو اي كلام عشان يبرر الفعل الوسخ اللي هو عمله. حسين الشحات، عقوبة الحبس يجب ان تكون سريعة، لان ده واحد بلطجي مش عاوز حتى يعتذر ولا حتى عاوز الامور تمشي، لا ده بيستفز في المغاربه وبيستفز في الشيبي علشان ايه؟ ما تعرفش. وللاسف الشديد بدل ما اعلام النادي الاهلي في القناه يطلعوا يقولوا لا غلط لحسين الشحات، لا بيقولوا ان الشيبي لازم يتعاقب. ده ناس متبلطيه، ده ناس مرتزقة. كل إعلامي في قناة الأهلي المنحدرة هو إعلامي مرتزق يدافع عن بلطجي مثل حسين الشحات، وإن شاء الله كل إعلامي يدافع عن الشحات الصفعة دي تنزل على وجه مراته أو وجه أخوه أو وجه أمه عشان يعرف ساعتها إن الله حق.